بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم، وثانيا وثالثا وتكرارا، عالم الزلازل الهولندي ينذر اهل تلك المناطق وتوقعات حول كوارث ارضيه متوقع حدوثها والسبب الاضطرابات الجويه خلال الفتره الماضيه. ما هي هذه المناطق وكيف يفسر حدوث هذه الزلازل في تلك المناطق؟ ده اللي نعرفه معانا في هذا الخبر السريع من قناتكم مصادر الأخبار. ابقوا معنا وما تبخلش لايك شير، رجاء اعمل لايك واعمل شير للفيديو، ده بيفيد الفيديو وبيرفع القناة. وإلى أن نلتقي مع أخبار أخرى دائما وأبدا، نرجو من الجميع الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات، شاهد الفيديو حتى النهاية حتى نستفيد ونفيد، ورجاء اضغط لايك وشير للفيديو. والخبر اللي معانا النهاردة، بعدما صدقت نبوءاته التي أعلن عنها قبل عدة أيام بشأن حدوث هزات أرضية وزلازل في العديد من الدول مثل اليابان وتايوان وإندونيسيا، أعلن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس مجددا عن أحداث توقعاته حول الكوارث الأرضية المتوقع حدوثها في المستقبل القريب. خرج هوجربيتس على العالم عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس اللي هو تويتر، وقال إن الجميع شاهدوا التقلبات الجوية المختلفة التي طرأت على كوكب الأرض خلال الأيام الماضية، وقال كمان إن هذه التغيرات يمكن أن تشير إلى اضطرابات زلزالية قادمة. وكشف العالم الهولندي ان الاماكن المتوقع الحدوث الزلازل بها لتحذير اهلها، وقال توقعات حول كوارث ارضية قريبا سوف تحدث بسبب الاضطرابات الجوية خلال الفترة الماضية، وهذه الاضطرابات الجوية خلال الفترة الماضية تسببت في حدوث نشاط زلزالي في طبقات الارض، وقال أنه متوقع هذه الزلازل أن تحدث في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فهل تصدق تنبؤاته كما صدقت في الكثير من التنبؤات الماضية؟ ده اللي هيكشف عنه الأيام القادمة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، وإلى أن ألقاكم في خبر سريع يهم حياتنا بالتأكيد، تحياتنا للجميع وشكرا وإلى اللقاء.